كلنا بنشتكي من صعوبة تربية ولادنا وبنسأل ازاي نربيهم في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، العصر اللي مختلف تماما عن العصر اللي احنا عشناه وتربينا فيه. لو عايز تربي ولادك تربية سليمة يبقى لازم تربي نفسك الاول. استنى بس ما تفهمنيش غلط، انا مش قصدي ان انت مش متربي لا سمح الله، حاول تسمعني للاخر وتفهم انا عايز اقول ايه. ولادنا هم مرايتنا، اي حاجة بنعملها بيقلدوها وبتنعكس على شخصيتهم، ففي تصرفات معينة انت ممكن تكون بتعملها بشكل معين هتلاقيهم هما كمان بيقلدوها وبيعملوها زيك. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان انت كشخص بالغ وذو خبره معينه بحكم سنك، فده بيسمح لك ان انت تكون عندك القدره انك تسيطر على تصرفاتك وتحكم عقلك. انما للاسف ابنك الصغير مش هيقدر يعمل كده، وده ببساطه لانه لسه صغير، ما عندوش الخبره اللي عندك ولا عنده القدرات العقليه والنمو العقلي اللي عندك. فبالتالي الحاجه اللي انت هتبقى عارف امتى تعملها وامتى ما تعملهاش هو ممكن يعملها في اي وقت وقدام اي حد. علشان كده مهم جدا انك تركز في تصرفاتك وافعالك قدام اولادك، علشان هما دايما دايما هيقلدوك. لو شافوك عصبي وبتزعق طول الوقت هيتعلموا منك وهيبقوا عصبيين زيك. لو شافوك بتكذب هيكذبوا زيك. لو شافوك بخيل هيتعلموا البخل منك ويبقوا بخلة زيك. ولو شافوك كريم برضه هيتعلموا الكرم منك وبرضه هيعملوا زيك. لو شافوك بتعامل ابوك وامك بشكل كويس هيعاملوهم هما كمان بشكل كويس. مش بس كده، دول هيعاملوك انت كمان لما تكبر بشكل كويس. انت القدوه الاولى لاولادك، احرص دايما انك تكون قدوه حسنه علشان تفخر بنفسك وهم كمان يفخروا بيك.